صباح الخير البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ او ماكو كلشي مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير او ما خصكم خير. هذا الغزالات ديالي اليوم ان شاء الله فيديو جديد، فغادي نشارك معكم هكا النهار ديالي كيفاش غادي يدوز. فكيف ما كتشوفوا بديت معكم النهار ديالي من الفطور. بالنسبه للفطور ديالي الفطور اللي هو هادي درت ليا هكايا كيف ما شفتوا كويس ديال القهوه، ودرت هنايا مليويه جبتها كانت عندي في الفريكو جبتها سخنتها مع فريميجا وشويه د العسل، ودرت هنايا هاد السناكس اللي كنت شاركت معكم في واحد الفيديو ديال المكسرات. وصراحه كيجي زوين بزاف هكا كيعطي الطاقه وكيعطي لينيرجي للوليدات وحتى للكبار البنات، ماشي هكا غير الوليدات، حتى الكبار حتى هما تعطيهم هكا طاقه. فانا تناخذو هكا ماشي يوميا وانما مره هكا مع الصباح مع كويس ديال القهوه بلا سكر، لحقاش اصلا راكم عارفين انا قهوتي ديما كنشربها بلا سكر. ايوا البنات هادشي اللي كاين دابا ان شاء الله غادي ندوز هكا نفطر وعاد ان شاء الله نتلقى معكم من بعد. تشهينا هكا عديسه شحال هادي، يعني ما درت هكا العدس، وقلت اليوم صراحه ندير اليوم هكا شويه ديال العدس وندير معاه شويه ديال الشلاضه ولا شويه ديال البطاطا مسلوقه، المهم مازال ما عرفتش. المهم كوجبه رئيسيه غادي ندير البنات العدس هنا. صافي البنات كيف ما كتشوفوا غادي نقي هذا العدس كامل اللي عندي هنايا، ندوز عليه هكا تدويزه لا فيه شي حجرات ولا هذا نحيدهم. صافي وعاد ديك الساعه نولي نغسلو ونديرو في الكوكوط وندير عليه مطيشه هكا، نحك عليه مطيشه ونحك عليه البصله، نزيد ليه شويه ديال الربيع. ايوا هادشي اللي كاين. المهم البنات انتم معايا في اي حاجه درتها، صراحه توحشنا هكا عديسه شحال هادي ما درتيها ليهم، كنت درتها شحال هادي درتها ليهم بالجديد. دابا ان شاء الله غادي نديرها غير بوحديتها، انا غادي نديرو تما في الكوكوط عاد نولي نطلق عليه الماء. فكيف ما كتشوفوا نصبت العديسه ديالي، درتها هكا في الكوكوط، حكيت عليها جوج ديال المطيشات بصيله وحده، ودرت هكا شويه ديال القزبر والمعدنوس زويته، وغادي ندير ان شاء الله توابل. بالنسبه للتوابل راه تبارك الله ما شاء الله المغربيات الحارات كلهم كيعرفوا هكا كيفاش ينصبوا العديسه، فانا درت التوابل الخاصه بالعدس، درت شويه ديال الملحه شويه ديال البزار شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الكمون. بالنسبه للكمون البنات فانا ما تنكثروش نهائيا في العدس، راكم عارفين يعني الكمون تعطينا
هكا شويه د المروره، الا مشينا حتى كثرناه. فانا بالخصوص ما تنكثرش الكمون، حيت اذا كثرتو تيجيني مار هكا في العدس. صافي البنات، هذه هي العطريه اللي درت، ودرت شويه ديال الثومه بودر. الا كانت عندكم الثومه الطبيعيه فيكون احسن البنات. وغادي نزيد واحد المعلقه ديال المطيشات الحب، كتعطيها واحد الطيبه زوينه، كتعطينا واحد الطيبه زوينه هكا للعدس. صافي هادشي اللي كاين البنات. غادي نخلي العديسه ديالي حتى كتشحر مزيان، عاد غنولي نروي عليها ونسد عليها ان شاء الله حتى طيب. هنايا البنات غادي ندوز ان شاء الله باش غادي ندير هكا شويه ديال البطاطا كتسلق. فراني ديجا هكا نقيتها، درت كويسرينه، درت فيها شويه ديال الماء وشويه ديال الملح، وغادي نقطع فيها هكا البطاطا باش غادي نديرها ان شاء الله تسلق. يعني غادي ندير سلطه ديال البطاطس، وغادي ندير ان شاء الله شلاضه ديال المطيشه المغربيه، راكم عارفين مطيشه مع شويه ديال الفلفله حتى هي غادي نشويها. وهادشي اللي كاين البنات، واي حاجه درتها فانتوما غادي تشوفوها معايا. المهم حبوباتي، غديوتيها هي جاهزه حاضره ناضره. هنايا العديسه ديالي ها هي بعد ما طابت. كنت بغيت ندير لها هكا واحد الفليفله حاره ولكن ما عنديش، غادي نعوضها ان شاء الله بهذا الحار. هذا البنات خطير خطير، عارف اللي تيموت على الحار وتيبغي هكا المذاق ديال الحار، هذا البنات راه واعر. انا بعدا صراحه تيعجبني ملي ما كتكونش عندي الهريسه ولا الفلفله حاره، كناخذوا هادو. كتعرفوا حنايا المغاربه كنموتوا كنموتوا على الحار. صافي كيف ما قلت لكم، هنايا درت شلاضه يعني بمطيشه فلفله مشويه والخيار. هنايا البطاطا مسلوقه، درت لها شويه ديال الربيع، الملح، البزار، الكمون، ودرت لها واحد المعلقه ديال الصوص الجيريان. وهنايا البنات درت عصير ديال الحامض، هاد العصير هذا كان سباق ليا وشاركته معكم يعني في القناه شحال هادي. درت جوج ديال الحامضات اللي كان سبق ليا وجمدتهم، يعني كديراهم في الفريغو حتى جمدوا، واللي قطعتهم يعني طريفات صغار حيدت ليهم داك العظم، يعني كنجمدهم هكاك، يعني غير كنغسلهم كنجمدهم، ملي كيجمدوا كنقطعهم طريفات صغار كنحيد ليهم العظم ديالهم، وكنطحنهم مع اطرو د الماء والسكر، كيبقى على حسب الذوق. ملي كطحنوهم كتصفيوهم وكتوليو تزيدوا عليهم اي فاكهه بغيتو. هنايا راه زدت عليهم غير دانون ديال الفريز، راه يبان لكم هكايا اللون ديالو راه شويه مبدل. نوريكم هذا، غادي يبانوا لكم بحال دوك درت هنايا داك فيلوتي، ها هما كيبانوا لكم دوك الحبيبات ديالو، درت فيلوتي ديال الفريز. ايوا هادشي اللي كاين البنات. دابا ان شاء الله ندوز ونتغداو وبالصحه والراحه حتى نتوما غداكم. مهم البنات، ودابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نوجد معكم واحد الكيك هكا اللي غادي نديرو ان شاء الله في الكوتي ديال العشيه. صراحه كيك يومي هذا ساهل ماهر اقتصادي، وتيجي البنات زوين بزاف. بالنسبه للمكونات راه هما بساطين البنات. عندي هنايا جوج ديال البيضات، بالنسبه للبيضه البنات يكون بحراره المطبخ يعني من الاحسن. وعندي كاس ديال الزيت، كاس ديال كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده. عندي هنايا جوج د الخمارات ونص، عندي ساشي ديال بودره الكاكاو، وعندي كيس ديال سكر الفانيلا. فاول حاجه، وعندي هنايا البنات واحد المعلقه كبيره ديال الخل. الخل البنات فهو تيخلي الكيكه كتجينا هكا منفوخه وتجي زوينه. غادي ندير كاس ديال السنيده، وغادي نضرب هاد جوج ديال البيضات. اول حاجه البنات غادي نخلط البيض مع السكر ديال سنيده بالطراب الكهربائي، ضروري بالطراب الكهربائي باش هكا كتجينا الكيكه زوينه بزاف. فانا غادي نخلط البيض مع السكر والفاني حتى يضاعف ليا الحجم ديالو ويولي عندي اللون بيض.
صافا البنات هانتوما شوفوا لي القوام ديالو كيفاش كيولي، كيولي الخليط بيض وكيتضاعف الحجم ديالو. دابا غادي نزيد البنات كاس ديال الزيت وغادي نخلط. صافا البنات انا هنايا زدت كاس ديال الزيت وبديت كنخلط غير بشويه، من بعد غادي نولي كنضيف كاس ديال الحليب ونعاود نخلط كذلك غير بشويه صافي حتى كينسجم ليا الخليط، وعاد ان شاء الله غادي نولي كنزيد جوج الخمارات ونص مع زلافه ديال الطحين. فانا تقريبا هزت ليا 200 غرام ديال الطحين، يعني زلافه ديال الطحين، وتيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق ديال كل واحد شحال تقدر تهز ليه. مهم خاص الخليط ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش عاود خفيف بزاف. صافي هادشي اللي كاين البنات، فانا غادي نخلي الساشيه ديال بودره الكاكاو هي الاخيره. فانا هنايا كما قلت لكم غادي نزيد الخميره، غادي نزيد الطحين، وغادي نخلط كذلك بالخلاط الكهربائي. وغادي ناخذ هنايا هاد المول الطويل دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته هكا بشويه ديال الدقيق. كيبقى لكم نتوما الاختيار في المول، ديروا اي مول بغيتو، يعني يا اما بحال هذا اللي طويل يا اما الدائري، يعني المول اللي بغيتو نتوما ديروه. صافي البنات بعد ما كنخلط الطحين مع باقي المكونات كنولي كنخلي الخل هو اخر حاجه، وكنفرغ الخليط ديالي في المول وكنخلي غير واحد شويه البنات هو اللي غادي نزيد ليه ان شاء الله ساشيه ديال بودره الكاكاو. ممكن تعوضوها بالكاكاو العادي اللي كناخذو هكا ديال العبار، فهذا فقط كيبقى كتزيين. يعني غادي نخوي هذا الخليط هذا اللي هو بلوغو ديال الشكلاط من الفوق. صافي وغادي ندخل الكيك ديالي للفران، فانا سبق ليا وشعلت عليه الفران. صافي وغادي نخليه يطيب المده ديال 30 دقيقه البنات، لحقاش انا عندي هذا المول اللي هو شويه صغير. صافي البنات نتلاقاو ان شاء الله من بعد ملي نخرجوا الكيكه من الفران. محبوباتي الكيكه ديالي ها هي واجده البنات، شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي، كتجي طالعه وغير بجوج ديال البيضات، وشتو مكوناتها راهما بساطين بالنسبه للتزيين ديالها. زينوها البنات باش ما بغيتو، يا اما بسكر كلاصي يا اما دهنوها بشويه ديال الكونفيتور ورشوها هكا بشويه ديال لوز ايفيلي. انا داكشي اللي غادي ندير ليها غادي ندهنها بشويه ديال الكونفيتور وغادي نرش عليها شويه ديال لوز ايفيلي. صافي البنات ودابا ان شاء الله غادي نقطعها لكم هكا باش تشوفوها كيفاش كتجي حتى من الداخل. صراحة كتجي زوينة هكا كيكة اللي هي اقتصادية ودغيا دغيا هكا توجدوها للكوتي لوليداتكم ولا فطور ديال الصباح. شوفوا البنات كيفاش كتجي، كتجي فنة. شوفوا كتجي غزالة البنات، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال هذا النهار هذا ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي لايك والتعليق ديالكم زوينه. وغادي نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي. يلا باي باي، سلامه.